مالك يابا؟ طب اتعادت؟ حزين على مين بقى؟ على اللي فقرنا وخلانا ميتين بالحياه؟ اسكت يا سيد الله لا يسيئك، مش وقته الكلام ده. ده هو ده وقت ابو سيد، بدل ما تحزن عليه احزن على حالنا. ماله حالنا يا ولد؟ ماله؟ انت بتضحك على نفسك ولا بتضحك عليا يا ابو؟ نسيت ولا ايه؟ نسيت ان هو ده اللي خد تعبك وشقاك ورماك في الشارع؟ يا ابني بكفاياكنا مش في الماضي، كفاياك. اما كان شديد اخوي الاسم بس، لا عمره عاملك ولا اعتبرك اخوه. ده اللي انت شفته لما انا شفت من شديد حاجات حلوه كتير، لما حماني ودافع عني واحنا عيال صغيرين، كان يدوسني على طرف، كان ياكله بسنان واكل، وكان هو اللي تاني. امك ما كانش وحش يا سيد، الحوجة هي اللي خلت وحش، فلوس اللي مسكها بعد الحوجة خلته شيطان رجيم، حتى مع أهله وأقرب الناس لي. أنا زي ما شفت منه ظلم وافتراء، شفت منه طيبة، زي ما شفت منه حنية. اسكت يا سيد، اسكت وسيبني في حالي. استغفر الله.